على المستوى الفني كمان بنقول مبروك فرقتنا فريق النادي الأهلي اللي يمكن بيفوز على فريق أسوان بنتيجة 1-0 استمرارا الحمد لله سلسلة من الانتصارات. وده مهم جدا، مهم جدا ليه؟ لأن زي ما بقول لحضراتكم احنا كمان في مرحلة استعداد لمباراة كبيرة، مباراة السوبر المصري خلاص على الأبواب. لكن على المستوى الفني يمكن ناس كتيرة مش عاجبها المستوى الفني في مباراة أسوان، لكن خلينا نتكلم وأنا معاكم في الموضوع دوت. على المستوى الفني كان ممكن نقدم مباراة، يعني مباراة الإسماعيلي على المستوى الفني أفضل كثيرا، ولكن ما يهم دلوقتي هو المكسب. المكسب بيدي ثقة كبيرة جدا جدا للاعبين، وخاصة قبل بطولة كبيرة طبعا مباراة السوبر المصري. مباراة أسوان الحمد لله خدنا الثلاث نقاط، وده أهم ما في المباراة إن احنا خدنا الثلاث نقاط، وثلاث نقاط مهمة جدا جدا في بداية المشوار على مستوى الدوري المصري. لكن كمان على المستوى الفني لازم كمان نشوف إن دور يعني مارسيل كولر بيقوم بأداء رائع لغاية دلوقتي. مش عايزين إن احنا نعمل أو نقيم الموضوع بشكل غير احترافي. الراجل لغاية دلوقتي محتاج، لسه محتاج بعض الوقت، وزي ما بنقول دايما على مستوى الكرة العالمية ان اي مدير فني جديد ما تقدرش تحكم عليه بالسلب او بالايجاب الا يعني على الاقل من 8 ل 10 مباريات. المباريات اللي فاتت مطمنانا ان احنا عندنا مدير فني جيد، المباريات اللي فاتت مطمنانا ان احنا عندنا التزام داخل الملعب بشكل كويس، المباريات اللي فاتت بتدينا انطباع اول ان احنا عندنا مدير فني قدير بيشتغل على التفاصيل الصغيرة، بيشتغل على إمكانيات اللعيبة، بيشتغل على سرعة الأداء بشكل معين، وده اللي شفناه من خلال المباراة اللي فاتت. مباراة أسوان الريتم قل شوية، عملية الضغط قلت شوية، عملية كمان استغلال الفرص، ودي مشكلة بيقابلها النادي الأهلي يمكن من فترات طويلة جدا، إن احنا بنخلق فرص كثيرة جدا جدا ولكن ما بتترجمش الأهداف رغم عندنا عناصر جيدة جدا. في اعتقادي الشخصي لسه الراجل ما حطش ايديه بشكل كبير على التجانس الكامل، على التشكيله المتجانسه بجميع الخطوط على مستوى خط الدفاع، ما فيش شك يعني في ثبات في التشكيل. على مستوى خط النص في روتيشن شويه بيتعمل، عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج بيشتغلوا في الروتيشن ده، لكن على مستوى الرباعي اللي في خط الهجوم لسه لغايه دلوقتي ما فيش ملامح واضحه. الراجل بيحاول بقدر الامكان دخول بيرسي تاو، ده كان شيء مهم جدا، وعودته تاني للمباريات ده كان شيء مهم وشيء ايجابي. غياب طاهر محمد طاهر، شادي حسين بيخش، عندنا حسين الشحات دخل كجناح ايمن في المباراه اللي فاتت، عندنا الجزء الرباعي قفشه صابيو، يعني كل دول الراجل بيحاول انه يوصل لتوليفه مناسبه جدا في التشكيله الاماميه الاربعه اللي قدام الخط الهجومي للنادي الاهلي. فمحتاجين وقت، محتاجين وقت شويه لكن مش وقت طويل، يعني خلال اربع خمس مباريات اللي جايه اعتقد ان الراجل هيحط خلاص هيحط كل الامكانيات المناسبه لكل واحد في مركزه، هيعرف يعمل الروتيشن بشكل اكتر ايجابيه، وهيكون في شكل مختلف ان شاء الله للنادي الاهلي. لكن الفوز كان مهم جدا مفيش شك، الاداء الفني هيتحسن باذن الله، لان زي ما بقول لحضراتكم في الاساسيات احنا شفنا ده من خلال المباريات اللي فاتت، في شكل جديد، في اداء جديد، في روح جديده، وفي كمان تكتيك جديد بيتنفس في الملعب. فكل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا، لان المباراه اللي جايه مباراه كبيره مع فريق كبير نادي الزمالك. المباراه ان شاء الله باذن الله تكون في صالح النادي الاهلي، وزي ما بقول لحضراتكم احنا لسه المشوار طويل، بدايتنا في البطوله الافريقيه جيده جدا، بدايتنا في الدوري المصري جيده جدا، ان شاء الله كمان بطوله تضاف باذن الله لدولاب النادي الاهلي تكون دفعه قويه لموسم كامل باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي.